يعني عندنا 2 حبة بطاطا، وهدول البطاطا مقطعين شرايح هلا بورجيهم ومسلوقين. 2 حبة جزر، كوب بازيلا، 2 كوب أرز تحفة، 350 جرام لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، ملح وفلفل أسود، بهارات مشكلة، وأظن هاي هي المقادير. طبعا بدنا مي للرز، وبدنا كمان للتزيين طبعا تقدم هي مع اللبن، وبنزينها باللوز والبقدونس. هي موضوعها كتير كتير موضوعها سهل. هلا منجيب قالب الكيك، انا هذا الفتحة كلنا عنه. انا شوفي انا هذا تبع الوالد الله يرحمه، مو قديم له ايد وايد لا بس بحبه ذكرى بتفائل فيه طبعاً. تمام. البطاطا، هل هاي البطاطا مسلوقه نص هلا لانه رح ندخلها على الفرن؟ بتفوت على الفرن. بس اذا بتحبي تقليها نتفه على الجنبين كتير بتطلع اسكى، يعني بتطلع هلا هيك صحي أكتر يعني. بس هي بتطلع عن جد زاكي وبتطلع هيك لها قرشة لذيذة. فهلا أنا رح أحطها هيك زي ما هي، تمام. أوكي. وبنصفتها بطريقة اللي هي رح أورجيكم إياها هلا، بتمنى إنه الكاميرا تقدر تلقط كيف عم نصفتها فوق بعض، مش مستقيم، بهاي الطريقة. حبيت الفكرة. فوق بعض. هلا بعد ما حطينا البطاطا، هلا أنا بدي بس أورجيهم هلا اللحمة قليناها مع شوية بصل وبدنا نتبلها. تمام. هيها عم تقلي، نحن محمين الغاز من قبل وبدنا نتبلها بس شوية. أوكي. تتبيلتها كتير بسيطة، شوية فلفل أسود. طبعا اللي بحب إذا يحط شوية قرفة، اللحمة دائما نتفت قرفة عليها، نتفة صغيرة بس عشان ما تحليها. بتعرف القرفة بتحلي، هي وجوز الطيب بيحلوا الأكل طبعا، فعشان هيك الواحد لازم يدير باله. هاي إيش اللي حطيتيها؟ بهارات مشكلة. هلا نفرد اللحمة بهاي الطريقة. تمام. اذا عندك الـ القالب عالي بتقدري تتفنني اكثر. هلا انا قلبي هذا شوي واطي، بتقدري تحطي في اعلى من هيك. بتقدري تحطي وقتيها مثلا الجزر لحال، البازيلا لحال، تعملي الوان، تعملي بطاطا مثلا مقطعه قطع صغيره، بتقدري تعملي الوان. هلا انا لانه واطي راح احط الجزر هيك هاي الطريقة. بس حبيت الفكرة، يعني هذا عن جد إذا جايكي ضيوف كتير منظره حلو وطعمه كتير زاكي، منظر حلو ومرتب. بنحط شوي بازيلا وشوي جزر. أوكي. عرفتي كيف؟ هلا عاملة أنا الرز، أنا رز تحفة. أوكي. هلا أنا بس متبلته بشوية البهارات نفسها اللي بهرت فيها. بس أنتي مسلوق. جاهز مطبوخ. مطبوخ جاهز، بس تبلته بنفس البهارات عشان يعطيني نفس الطعم. حتى الجزر قليته على النار والبازيلا وحطيت عليهم فلفل بهارات مشكلة، فلفل أسود وملح. حلو عشان كل النكهات تيجي مع تكون النكهة واحدة كلها. تمام. بعدين هلا بنحط الرز بهاي الطريقة. ونرصه. هلا بنحط شوية مي، حتى ممكن يحطوا مكعب مرق دجاج إذا بيحبوا، بصير على راحتهم، وشوية صغيرة على الداير. شايفة كيف؟ بس نتفه، ما بدنا نحكي كله مستوي، بس بدنا الرز شوي يستوي أكثر والبطاطا ما تلزق طبعا. لا والبطاطا كيف؟ كمان تستوي مع إنك أنت عملتيها نص سلقة. هلا بندخلها على الفرن. هلا بدنا نقلبها، نقلبها أنا وياكم نشوف كيف بدها تطلع يا رب. يا رب. تمام. هاي الجاهزة. هلا بنقلبها، هو صحن ثقيل فعلا. بسم الله. هلا بنتركها هيك شوي، بس شوي قبل ما تنزل على راحتها وتركز، نقدر نحس نحمانها. شايفة؟ لا لا إيمان. شايفة جميلة جدا. يا الله ما أحلى شكلها. شفتي؟ شكراً للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة علشان تشوفوا كل إشي جديد.